نروح نشوف كورنيش النيل. يلا بينا. بقى شكله مختلف، بقى حاجه مبهره جدا بعد طبعا ما تم الانتهاء من تنفيذ المرحله الاولى من ممشى اهل مصر من عند كوبري امبابه ولحد كوبري 15 مايو، لسه طبعا شغالين في باقي المراحل عشان يكون الكورنيش عباره عن فسحه لكل المصريين اللي يحبوا طبعا ان هم يتمشوا. يأتي المشروع ضمن خطة حماية نهر النيل والسيطرة على التعديات ومنع وصول المخلفات إلى المجرى على امتداد نهر النيل من أسوان وحتى القاهرة وفرعي دمياط ورشيد. وبالتوازي مع المرحلة الأولى، هناك مرحلة ثانية يجري تنفيذها من كوبري 15 مايو حتى كوبري قصر النيل ومن كوبري إمبابة حتى كوبري رود الفرج، وبلغت نسبة تنفيذها 52%. وهناك مرحلة ثالثة أيضاً تبدأ من كوبري قصر النيل حتى كوبري الميريديان ومن كوبري رود الفرج حتى كوبري تحيا مصر، ويجري حالياً عمل التصميمات الخاصة بها، والمرحلة الرابعة وهي خاصة بتطوير جزيرة الزمالك كاملة. يجري حالياً التجهيز لتطبيق نفس التصور بكافة محافظات مصر المطلة على النهر الخالد حتى يحقق المشروع بأكمله مفهوم مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي ممشى أهل مصر، وذلك بناء على الرؤية القومية لمصر للتنمية المستدامة 2030. ووفقا لرؤية التنمية المستدامة في مصر 2030، يستهدف مشروع ممشى أهل مصر تعزيز الاندماج المجتمعي وزيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والأماكن المفتوحة في المدن والارتقاء بمستوى جودة البيئة العمرانية، إضافة لتوفير مناطق جذب سياحي في كل المدن المصرية.